أحد الأسماء اللي قدمت كذلك الشيء الكثير لكرة القدم المصرية حسام البدري 54 سنة. أكيد نتذكر جيدا ما تمكنش من الوصول أرض الوطن وسيلتحق بالمجموعة يوم غد إن شاء الله. تابعوا محاولة بالنسبة للمنتخب الأولمبي المصري والهدف. إذا هدف ثاني كذلك بقية المنتخب. هدف المنتخب المصري. إذا هدف يأتي المنتخب المصري يعني في وقت مفاجئ وضربة رأسية مفاجئة يتمكن المنتخب المصري من تعديل النتيجة. إذا تحدثت على هذا المعطى بشكل كبير في الجولة الأولى وبداية الجولة الثانية وقلت بأنه المنتخب المصري بالرغم أنه يلعب منقوص العدد لكن بإمكانه أن يغير النتيجة في أي لحظة وهذا درس من الدروس التي يجب أن يتم استيعابها بشكل كبير بالنسبة للمنتخب الأولمبي المغربي.